للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة سعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. صباح الخير دكتور أسامة. دكتور أسامة، ولمن يتابعنا وللتنويه سريعا، قرابة 2005 كان أعتقد أول إعلان وقعوا الإعلان القاهرة الفصائل الفلسطينية. كل عام كان هنالك توقيع لاتفاقية أو لمحاورات أو لمشاورات منذ 2005، لاتفاقية جدة، لاتفاقية صنعاء، لاتفاقية مكة، بعدها اتفاقيات القاهرة المستمرة، لقاءات حوارية لم تتوقف عاما بعد عام. أين هو الخلل في هذه اللقاءات، وبماذا يختلف لقاء اليوم أو اجتماع اليوم دكتور أسامة؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه النقاط التي استعرضتيها فيما يتعلق بالتطور التاريخي للقاءات الفلسطينية التي استضافتها القاهرة واستضافتها عواصم عربية أخرى تكشف أن هناك هوة حقيقية في المواقف بين القوى الفلسطينية المختلفة. هناك تباينات واضحة في وجهات النظر، وهذه التباينات ليست تباينات جزئية أو صغيرة، ولكنها تباينات تبدو في بعض الأحيان كبيرة وتتعلق بالمسار السياسي وجدوى المسار السياسي في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو اختيار أو اعتماد خيار المقاومة المسلحة كوسيلة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هناك تباينات واضحة في وجهات النظر، ولكن هذا أيضا لا ينفي أن ضرورة الحوار والتشاور والتوافق المستمر تبدو مسألة استراتيجية ومهمة وحاسمة في كثير من الأحيان. وأعتقد أن ما تختلف عنه لقاءات أو اجتماع الأمناء العامين في مدينة العالمين الجديدة اليوم يبدو مختلفا بالنظر إلى طبيعة المرحلة الزمنية التي تمر بها القضية الفلسطينية. نحن أمام تحديات وجودية حقيقية، تحديات كبيرة تهدد القضية الفلسطينية برمتها والمشروع الوطني الفلسطيني. نحن أمام حكومة إسرائيلية لا تستهدف حل القضية بل إنهاء القضية، القضاء على السلطة الفلسطينية، تهميش وعزل السلطة الفلسطينية، ضرب الفصائل، تفكيك البنية السياسية للدولة الفلسطينية. وبالتالي نحن أمام تحدي وجودي أمام المشروع الفلسطيني، وليست مسألة ضغط مؤقت أو جزئي تتعرض له القضية الفلسطينية. وهذا ما يحتم فكرة التوافق والحوار والالتفاف حول هدف استراتيجي واحد في هذه اللحظة المفصلية. وهذا يفضي بنا دكتور إلى التساؤل عما يحدث حول أجواء اليوم. يعني كل الإعلانات والمحاورات والاتفاقيات التي أشرت إليها ببداية حديثنا كانت مرتبطة بمسارات هامة وأحداث انقسام في القضية الفلسطينية. هل اليوم ما أشرت إليه حضرتك من تطورات يعني جوهرية في القضية الفلسطينية وفي مواجهة الحكومة الإسرائيلية هو الذي يعتبر الفاصل والمفصل في هذا الاجتماع، أم أنه في تخفيف للخلافات الجوهرية بين هذه الفصائل يمكن أن يحدث الفارق؟ أيهما اليوم الذي يمكن أن يرجح الخروج بنتائج إيجابية؟ صحيح. يعني أولا حجم التحدي وعمق التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية أتصور أنها لا تخفى على كل الفصائل وكل الأطراف والقوى الفلسطينية، بداية من السلطة وصولا إلى كل الفصائل. الجميع يدرك ويتفق على أن ما تواجهه القضية الفلسطينية اليوم يبدو أكثر خطورة مما واجهته من قبل. تحولات أيضا البيئة الدولية وعدم وجود القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة الدولية مسألة تبدو خطيرة وتمنح إسرائيل الفرصة لممارسة كل ما تريد من أجل تصفية هذه القضية وإنهاء حلم الشعب الفلسطيني في بناء دولته. هذه التحديات كلها ليست خافية، وأيضا لا يخفى على الأطراف المشتركة في هذه الاجتماعات وحتى الأطراف التي اختارت ألا تشارك في اجتماع اليوم أن هناك تباينات واضحة، ولكن المأمول أن تغلب هذه الأطراف فكرة الالتفاف والاصطفاف الوطني في هذه اللحظة المفصلية على التباينات الحزبية والأيديولوجية والفكرية فيما بينها، ويجب أن يلتف الجميع حول مصلحة وطنية. ندرك جميعا أن هناك تباينات وخلافات
وأن هناك بعض القوى لا تؤمن أصلا بفكرة الحوار السياسي والمفاوضات، وهناك قوى تدخل إلى الاجتماع اليوم وعلى أجندة مطالبها إلغاء اتفاق أوسلو وكل ما ترتب عليه من تفاهمات سياسية واقتصادية وأمنية. إذا هل يمكن أن نعتبر أن أكثر نقطة بارزة وجوهرية في الخلافات بين الفصائل هي موضوع أوسلو دكتور أسامة، أم أن هنالك ما هو أعقد وأكثر جوهرية في هذه الخلافات؟ بالتأكيد موضوع أوسلو واحد من القضايا الكبيرة، موضوع السلاح، استخدام السلاح والمقاومة المسلحة، موضوع انضمام بعض الفصائل إلى منظمة التحرير الفلسطينية، القضية المحورية التي ترجمتها السلطة الفلسطينية وهي فكرة انصياع كل الفصائل لسلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، هذه كلها تباينات واضحة في المواقف بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. ولكن ما نأمله جميعا كداعمين للقضية الفلسطينية وكداعمين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أن يتم أمام التحدي الكبير الذي تواجهه هذه القضية في هذه المرحلة الفارقة من عمر المشروع الوطني الفلسطيني، أن تتضاءل الخلافات، أن تتراجع الخلافات والتباينات في وجهات النظر إلى الوراء لتبدو المصلحة الوطنية الفلسطينية في المقدمة الآن. لا يمكن الإبقاء على هذا الانقسام الفلسطيني، لا يمكن الإبقاء على هذه العزلة التي يعيشها قطاع غزة بعيدا عن الضفة الغربية، لا يمكن الاستمرار أو الحديث عن دولة فلسطينية موحدة بينما كل طرف يذهب بتصوره للدولة وللقضية الفلسطينية بعيدا عن الطرف الآخر. صحيح. في تقديري لقاء اليوم مرحلة فارقة، لحظة حاسمة في عمر القضية الفلسطينية، أتمنى أن تستفيد منها هذه الأطراف المختلفة، أتمنى أن تغلب المصلحة الوطنية الفلسطينية وأن يعني ترجي خلافاتها إلى مرحلة لاحقة يمكن من خلالها إدارة هذه الاختلافات والتباينات في وجهات النظر. أما الآن ونحن نواجه تحديا حقيقيا يهدد حلم الدولة الفلسطينية كله، أتصور أن التباينات الفكرية والسياسية والتباينات على الأرض يجب أن تتراجع وتتضاءل أمام خطورة التحدي الذي تعيشه هذه الأرض.